بسم الله الرحمن الرحيم. طاهر زويتان، المنسق الوطني للتنسيقيه الوطنيه اطر تخص الشباب ضحايا النقل التعسفي بوزاره التربيه الوطنيه والتعليم الاولي والرياضه. الملف ديالنا والقضيه ديالنا هي قضيه عادله. هادو مجموعه من الاطر تخص الشباب اللي تكونوا في المعهد الملكي، تكون اطر الشباب والرياضه، شعبه التنشيط السوسيو الثقافي، الطفوله الصغرى الى اخره من التخصصات. اليوم في هذه الهيكله الحكوميه الاخيره وفي العمليه ديال النقل ديال الموظفين ترتكبوا واحد الخطا جسيم، هو انه مجموعه من الموظفين من الاطر اللي التخصص ديالهم شباب تم النقل ديالهم من وزاره التربيه الوطنيه للمجال ديال الرياضه، مع العلم انه هاد الاطر ما عندهم لا درايه بمجال ديال الرياضه، كانوا فقط يقومون بتدبير الخصائص ديال الوزاره السابقه، وزاره الشباب والثقافه والرياضه السابقه، ولكن اليوم كنلقاهم انه مع الاسف تم الاقبار ديالهم في وزاره التربيه الوطنيه. اليوم حنا كنديروا هذه الوقفه هذه وكنعنوا للراي العام الوطني والدولي اننا متشبتين بالعوده للقطاع ديالنا، القطاع الاصلي، القطاع الام اللي هو قطاع الشباب. اولا من احترام مبدا التخصص، ثانيا كنعرفوا ان وزاره الشباب والثقافه والتواصل كتعاني على الخصاص على مستوى الموارد البشريه من انعدام المناصب البنيه، وكنشوفوا ان هذه الوزاره اليوم كتلقي مجموعة من الشباب، مجموعة من الأطر بوزارة التربية الوطنية. هذا الشيء ماشي معقول. حاولنا أنه نتقدموا للسيد الوزير المهدي بن سعيد بطلب لقاء، لكن مع الأسف قبل هذا الطلب بالرفض ولم يتم استقبالنا من طرف السيد وزير الشباب والرياضة. قمنا بالوقفة الاحتجاجية ديالنا الأولى نهار 20 أبريل 2022 أمام مقر هذه الوزارة، ولكن مع الأسف كانت هنالك وعود، ولكن هذه الوعود هذه بقت حبرا على الورق. الأكثر من هذا هو أنه كنعرفوا أن أقوى مكان يمكن أنه توصل ليه الملفات هو قبة البرلمان. وصلنا أيضا إلى قبة البرلمان عن طريق مجموعة من الأسئلة الكتابية حول هذا الملف، ملف أطر تخص الشباب، ولكن مع الأسف السيد الوزير أعطى وعود، ولكن هذه الوعود هذه لم تحقق. اليوم احنا كناشدوا السيد وزير الشباب والرياضة السيد المهدي بن سعيد من أجل التدخل وإنصاف هاد 13 إطار ضحايا هاد النقل التعسفي. حنايا ماشي ضد شي حد، ماشي ضد النموذج التنموي، ماشي ضد الاستراتيجيات، حنا بالعكس حنا مع تنزيل الاستراتيجيات والتنزيل السليم لهذه الاستراتيجيات. النموذج التنموي نيجا واكد على ان الرياضه غادي يتم ادراجها في وزاره التربيه الوطنيه، ما قالش انه اطر تخصص ديال الشباب اللي خاصهم يمشيو يخدموا في دور الشباب، يخدموا مؤسسات شبابيه، غادي يمشيو بجره قلم لوزاره التربيه الوطنيه. وبالتالي حنايا كيف ما قلت كنناشدوا السيد وزير الشباب والرياضه السيد المهدي بن سعيد من اجل فتح قنوات الحوار مع التنسيقيه الوطنيه لاطر تخصص الشباب ضحايا هذا النقل التعسفي. والسلام عليكم. بدايه اتوجه بالشكر للمنبر الاعلامي الحياه اليوميه على مواكبته لهذه الوقفة الاحتجاجية أمام مقر قطاع الشباب بوزارة الشباب والثقافة والتواصل. اليوم مطلبنا واحد ومطلب أوحد، وهو العودة لقطاعنا الشباب، قطاعنا الأصلي. نحن مجموعة من الأطر، عددنا لا يتجاوز 13 إطارا من تخصصات الشباب بعيدي كل البعد عن مجال الرياضة أو تخصص الرياضة. تم نقلنا قصرا بدون اعتماد مقاربة الاختيار أو المقاربة التشاركية في العمل بمؤسسات الشباب أو الرياضة. تم نقلنا قصرا دون إخبارنا أو علمنا. مر الوقت على قراراتنا، فإذا بنا نجد أنفسنا أمام خيار واحد، وهو النقل المجبر والتعسفي إلى وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة كموظفي وأطر الرياضة. هذه الرياضة التي لا نفقه فيها شيئا. نحن تكوننا بالمعهد الملكي لتكوين الأطر شعبة التنشيط السوسيو الثقافي، ومنا من هو شعبة الطفولة الصغرى، ومنا من هو تخصص الإنعاش النسوي. الرياضة لا تربطنا بها أي صلة. نحن موظفون ولجنا إلى الوظيفة العمومية بقطاع الشباب، وقانونيا تم ولوجنا إلى الشباب عن طريق اختيار شعبة الشباب. إذا نحن موظفون بقطاع الشباب، نقوم بالعمل بمؤسسات رياضية وفق مبدأ مبدأ سد الخصاص.
وفي إطار وزارة واحدة وموحدة سابقا هي وزارة الشباب والرياضة وليس قطاعين منفصلين قطاع الشباب وقطاع الرياضة. نحن في وزارة كنا موحدة يعني نعمل في مؤسسات رياضية بناء على سد الخصاص، وهناك من الإخوة وبمن فيهم عبد ربي كنا حديثي الانتقال من مؤسسات شبابية اشتغلنا بها بسنوات عدة وننتقل إلى مديرية إقليمية أخرى في إطار الحركة الانتقالية، وبنود طلب شخصي لنا نجد أنفسنا بمؤسسات رياضية وبقرارات في مؤسسات رياضية، الأمر الذي ينم عن التعسف وعن عدم الاختيار، الشيء الذي لم تداركه المسؤولي وزارة الشباب والثقافة والتواصل بإرجاعنا أو بإتاحة الفرصة لنا لاختيار قطاعنا الأصلي والرجوع به ومزاولة المهام التي نعرفها والتي نعرفها والتي نقدم خلالها خدمة فعلية للمرفق العمومي من أجل ضمان الفعالية والنجامة. وأريد أن أختم بمعنى يقول الرجل المناسب في المكان المناسب، وهذا معنى يندرج ضمن زمن الحكامة، ونحن اليوم أمام النموذج التنموي الذي ينبثق ويتأسس على الحكامة. اليوم نطالب بكل القوى الفاعلة والقوى الحية أن تدعم ملفنا وملفنا الملف العادل والقضية العادلة، وإن شاء الله نرجع لقطاعنا الشباب القطاع الأصلي الذي نحب أن نشتغل فيه وأن نعطي فيه وكفاءتنا تتجسد فيه. والسلام عليكم. في تخصص الشباب احنا اليوم جينا في هذه الوقفة من بعد الملتمسات والطلبات التي وضعت الوزارة ديال وزارة الشباب والثقافة والتواصل، حنا مازال متشبتين بقطاعنا لأن تربينا فيه هذه دارنا، كنتشبتوا في المواقع ديالنا نرجعوا لقطاع الشباب والثقافة والتواصل لأن هو اختصاصنا، هو اللي كنعرفوا نخدموا فيه، راه ما خدمناش أي حاجة وحدة، راه خدمنا جميع الاختصاصات ديال الشباب. دونك اليوم حنا بهذه الوقفة هذه أنا باستعجال غادي نقول لك حنا متمسكين قطاعنا وبوزارة الشباب والسيد الوزير ديالنا اللي هو بن سعيد، بغينا نبقاو مع السيد بن سعيد وبوزارة الشباب والثقافة والتواصل. الاسم سارة بوشاكوش، إطار بوزارة التربية الوطنية. إطار بوزارة التربية الوطنية، احنا أطر اللي كانت سابقا تابعة لوزارة الشباب والثقافة والتواصل، غير أننا نقلنا نقلا تعسفيا لوزارة التربية الوطنية، وكان فيها عدم احترام للتخصص اللي هو تخصص شباب تنشيط ثقافي حماية الطفولة. اليوم حنايا درنا وقفة كنناشدوا الوزير الشباب والثقافة السي بن سعيد أنه يفتح معنا باب الحوار والتواصل من أجل حل هذه القضية العادلة اللي احنا كنطالبوا بها اليوم في هذه الوقفة. وكنتمنى من السيد الوزير وزير الشباب بن سعيد انه يفتح معنا قناة تواصل، وان احنا مازالين كنامنوا مازالين متشبتين بالقضية ديالنا اللي كنعتبروها قضية عادلة. وشكرا.